من ضمن الأسئلة، هل ختم ويسترن يونيون على الدولار بيتصرف في البنوك أو الصرافة؟ أنا الحقيقة كان عندي استفسار بخصوص الموضوع ده، لأن ويسترن يونيون ختموا عليا بالختم بتاعهم، وعاوز أقول لك إنه تم صرفه من البنك عادي، صرفته من أكتر من بنك واتصرف بهذا الموضوع. فما تخافش وما تتوترش، اتأكد بس وأنت بتراجع على الدولار، لأنه مش مكتوب عليه بالقلم الجاف، ما يكونش مكتوب عليه بالقلم الجاف، مهم جدا جدا، او انه يكون متكرمش او متطبق، او لا عادي متطبق بس يكون مفرود، ما يكونش فيه قطع، ما يكونش فيه ما بين في النص كده، عارف لو انت تنيت حاجه لمده طويله بيبقى فيه كده زي شرخه او في حاجه في الفلوس، ركز على هذا الموضوع. في هذه الحاله مش هيقبلوه، لكن لو انت خدت ختم بتاع ويسترن يونيون ده ويسترن عالمي. نصيحة تانية كمان، الدولار وهو وست في ختم ويسترن يونيون ما يكونش فيه حبر في كل حتة، لأن ده حبر بقى، ده ما بقاش ختم، ده بقى حبر. ففي فرق ما بين الختم وبين الحبر. فلو أنت في عند ويسترن يونيون ولقيت لا قول له أستاذنك ده في حبر، لا أما الختم تمام، وهي دي اللي بتعمل فرق، وربنا يوفقك.